فارس منور الدنيا. الدين الدين دي ايه؟ ده الفيلم الجديد اسمه فالسو. اخراج الاستاذ احمد نور. طب يعني ده نهيره ولا فالسو ولا سليمه؟ لا دي ده نهائيه، بس ده لوك بتاع الفيلم اللي بنصوره دلوقتي، ويا رب ان شاء الله يعجب الناس. هي تجربه جديده كلها شباب وكلها وجوه جديده، ويا رب تجربه ان شاء الله تبقى حلوه في السينما. ايه الشخصيه اللي تبقى عايزه الدقن والشعر واللوك ده اصلا؟ شخصيه اسمه خالد. عنده مرحلتين كده، مرحله اولى بيبقى شخص طبيعي خالص، مرحله ثانيه بيتحول لانه يبقى نشوف الفيلم احسن عشان ما نحرقوش. جديد شوارع نقدر نقول مثلا؟ لا خالص خالص، يعني ده فيلم اكشن سسبنس مافيا بقى وحاجات كده. حلو، عارف تاخد معلومه. فارس طبعا من النهارده في حد فاصل، ايه الحد الفاصل اللي انت حاطه لنفسك اصلا؟ خيال حلمي. هو التمثيليه اسمها حد فاصل، الحدوته بتاعتنا اسمها خيال حلمي. هو احنا الحد الفاصل بينا السماء، يعني الحد اللي بسقف احلامنا وطموحاتنا، والحد الفاصل في احلامنا هو السماء. عجبني الاسم خالص. استاذ تامر حمزه طبعا شكر ليه، لانه دايما هو بيديني الثقه دايما في نفسي وفي شغلي، لانه دي التجربه الثالثه معاه. هو قدمني في الاب الروحي 2، وشاركت في قيد عائلي، وحد فاصل التجربه الثالثه، فاكيد انا ممتن ليها على الثقه اللي دايما استاذ تامر بيراهن بيها عليا. كم مره حد سالك على الاب الروحي؟ كتير. للحظه دلوقتي، لغايه دلوقتي الناس بتسال فين الجزء الثالث؟ امتى هتعملوا الجزء الثالث؟ عساف ده ليه كده؟ عساف حد يعمل كده؟ في اللهم ده تمثيل. طيب. عندي ميزه حلوه بحبها، انه الناس بتصدق الشخصيات اللي بلعبها. حتى لما بيقابلوني هيقولوا لي ايه ده انت بتمثل بجد، انت مش زي اللي انت مش كده. فاقول لهم ما هو ده تمثيل. احنا شايفين عضلات ولا حاجه، بس بتطلع بلطجي طول الوقت وبتتخانق وبتعور القلب. ولا حتى في الفيلم الجديد كمان اسمه القلب الشجاع. يعني برضه مش عارف، هم شايفين ان انا بس هي الفكره، انه الواحد اللي قلبه جامد ده فعلا بيقدر يقف قدام الناس البادي بيلدينج اللي هم بيه. وبرضه يمكن يبقى من عند ربنا انه التمثيل مش عضلات. اصله بقى يعني بقى اللي عايز يمثل بقى بيروح الجيم. الحكايه مش كده خالص اعتقد. لا عمر الشريف راح جيم، ولا وجدي عباس راح جيم، ولا فريد شوقي راح جيم، ولا محمود المليجي راح جيم، ولا خالد صالح صاحبي راح جيم. فريد شوقي ما راحش جيم ازاي؟ واحمد سعيد ما راحش جيم. فريد شوقي كان بيلعب بوكس. طب يا احمد ما راحش اقوى الاسود. طب طبعا يا احمد استاذك. يا حبيبي الله يسعدك. لا القصد يعني انه الشباب الجديدة فعلا متخيلين انه الجيم هو هيخليك فنان او هيخليك ممثل. لا خالص، في نماذج كتيرة، والفن مش محتاج العضلات، بالعكس. ممكن البنات عايزين كده. اوكي، ما هي البنات عايزة ده، تلاقيه في الجيم، تلاقيه على الـ على الـ على الشط في الساحل، تلاقيه في شرم الشيخ، تلاقيه في مارينا. بس في الفيلم احنا عايزين تمثيل، وبرضه موجود اهو، يعني موجود الجيم والناس دي موجوده، بس مش هو ده الموضوع. يعني انا بفكر اروح الجيم الايام دي. حلو، يلا. يعني قلت يمكن اخد ليفل تاني. لا والله، هو ده مطلوب وده مطلوب، بس يعني يمكن شويه انه الواحد الشخصيات القويه الشريره اللي انا بلعبها واللي الناس بتحبها واللي انا بحبها كمان حقيقي، بتبقى مفاجأة كده، انك صغنون ورفيع كده بس قلبك حديد. حملة زي ما بنقول. حملة زي ما بتقول. انت في حياتك كنت حملة اصلا وفعلا جريت حد قدامك او اتخانقت مع ناس اجمد منك؟ لا عمري، انا عمري ما اتخانقت مع حد اصلا. تصور. والله ومش كل الشخص، انا بستمتع بالشخصيات اللي بلعبها، لان حقيقي انا مش كده خالص. انا مش اتيتيوتي ده، مش دماغي، مش افكاري، ما اعرفش اتعامل بالطريقه دي. فيمكن ربنا بيبعت لي الادوار دي علشان احقق فيها رغباتي اللي جوايا. لكن برضو انت بتعبر عن نوع من الناس، وانا بحاول اقدم الشرير اللي مش كله شر. يعني اي بني ادم طالما انسان بني ادم
في عقله وحاجات شديده. اللي بيشتغل المجرمين واللي بيشتغلوا في الغلط والاشرار دول تصورهم في الناحيه الثانيه خالص في عائلاتهم مثلا. ما كل الاشرار عندهم عائلات وعندهم ولاد. انا باخد بحاول اعمل توازن ده، احط جوه روح الشخصيه الشريره جزء من الانسان، لان هو انسان بيفكر بطريقه شريره، شغله بيشتغل في الغلط. ما هو كل الناس اللي بتشتغل في الغلط هم اشرار، بس في وفي حياه بقى انسانيه وعادي. الفيلم مثلا بتاع البريء استاذ محمود عبد العزيز لما كان بيلعب مع الولاد الصغيرين وبنته، وده في بيته وحياته، بيروح بقى يروح السجن ياكل المساجين. فهي الشخصيات الدراميه كده. طب عايزين نعرف بتحضر ليه جديد كمان الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله يا رب بنحضر لفيلم اسمه طريق عكسي، محمد عز ومجموعه من الابطال الجديده ان شاء الله، وهو التجربه الاولى للمخرج استاذ جاسر جادو. بس انا بحب التجارب الجديده مع الشباب الجديده. اخر حاجه بقى، انت طبعا هل رايك ان الناس نجحوا بالجيم زي ياسر جلال فجاه بقى بطل بعد بقى جامد قوي في الجيم، محمد عادل امام برضو بقى طب بعد الجيم، رايك في الموضوع ده؟ لا، هو انا اقول لك، هو استاذ ياسر جلال راح الجيم بعد ما نجح، بعد ظل الرئيس راح الجيم. هو الجيم محمد عادل امام هو شاطر، وبرضه مش الجيم، هو الجيم بيكمل ادواته، بيطور قدراته. انا بقول لك انا فكرت اروح الجيم، بس لسه ما جانيش الشخصيه المناسبه مثلا اللي تديني الحافز والدافع ان انا خلاص بقى لازم اروح الجيم ولازم اعمل عضلات. وممكن ما تجيش خالص، هعملها برضو يعني، لحتى لو ما جاتش الشخصية لا هروح الجيم، وهي حاجة كويسة مش حاجة، بس هو انه مش شرط اساسي انك تروح الجيم عشان تبقى نجم. اكيد. شكرا جدا يا فارس، ونورت. ميرسي يا استاذ، ونورت الدنيا كلها.